بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا ان كل العلامات موجودة والابديت، عايزين بقى نعمل البروجرام اللي اليوزر بيدخل فيه الداتا، اللي دخل الاول رقم الموظف اللي عايز يعدل البيانات ويبدأ يشتغل. انا عايز بس اعمل فيها شغل بس سمارت شوية. الاول اليوزر هيدخل رقم الايه، رقم الموظف اللي عايز يعدل بياناته، فانا اجيب البيانات بتاعته القديمة معايا، بعد كده اقول له لو سمحت دخل الاسم. طب ما ممكن يكون مش عايز يعدل، خد بالك جملة الابديت بتعدل كله على بعضه، فانا مش عايزه يعيد ادخال البيانات كلها. فعايز اعمل ايه؟ الاول اقول له دخل رقم القديم انت عايز تعدله، واجيب الداتا معايا القديمه، وبعد كده اقول له دخل الاسم الجديد. طب افترضنا الاسم هو هو زي ما هو قديم، مش عايز اقول له دخل الاسم القديم تاني، فعايز ابقى ايه؟ انا البيانات جبتها، فدخل اي دي، جبت الاسم، اقول له دخل الاسم او سيبه القديم، يقول لي سيب القديم. دخل السالري، يقول لي سيب القديم، انا عايز بس اعدل الايميل مثلا. فيبقى العمليه سهله شويه. فعملت فاريبل الاي دي وخدت من اليوزر، قلت له فاريبل تاني امب، وقلت له جيت امبلوي، وبعت له الاي دي. طبعا لو كان مش نل هبدا اشتغل خلاص، لان ما هو لان لو نل معناه الموظف اصلا مفيش موظف بالاسم ده، فضلا عن ان احنا نعدله. فهعدل ايه لما هو اصلا مفيش موظف بالاسم ده، بالاسم بالاي دي ده. ففي الالس على طول لو الامبلوي فاضي هقول له ايه، this ID does not exist، وخلاص الاي دي ده مش موجود اصلا، فطبيعي مش هيحصل عمليه الابديت. طيب الامبلي لا يساوي نل، معناه ان الامبلي موجود بقى معايا كده. الامب ده دلوقتي بالنسبه لي دي الداتا القديمه. هبدا اقول له ايه بقى؟ لو سمحت دخل اسم الموظف، صح كده، انتر امبلي نمبر، الامبلي نيم، اور خلاص امتي او ما تدخلش حاجه عشان الاسم القديم، فور واطلع له الاسم القديم. يبقى هقول له لو سمحت دخل اسم الموظف الجديد اور امبتي لو هو الاسم زي ما هو الامب دوت نيم. الامب دوت نيم دي هتجيب لي الاسم القديم، صح؟ يبقى هقول له دخل الاسم الجديد او ما تدخلش حاجه، يبقى هفضل هحافظ على الاسم القديم. فهمتوا الفكره؟ وهريد بقى لاين، هريد اليوزر دخله، بس للاسف هو ما يعني الريد لاين ما بترجعش في السترنج نل، بترجع دبل كوتشنز فاضيه، بترجع فاضي. فاقول له ايه؟ ريد لاين وعند استفهام لو كان جاب معاه نل دوت ليت. قلت له ايه؟ طبعا بتمثل القيمه اللي اتقرت من الريد لاين. قلت له لو كانت لا تساوي فاضي، دبل كوتشنز فاضيين، لان الدبل كوتشن فاضيين غير النل. فقلت له لو كانت لا تساوي فاضي معناه ان هو دخل كلام. في الحاله دي الام دوت نيم القديمه هتساوي الات اللي هو دخله، هتساوي اللي هو ايه؟ اللي هو دخله. يبقى ريد لاين ليت، خليني ابص على الريد لاين. لو ما كانتش نل، لو ما كانتش نل شوف ات اللي هي داخل دلوقتي. لو كان لا يساوي فاضي خلاص، يبقى جيت الامب دوت نيم القديم بتساوي الات الجديده، خلاص انا ريبليست. نفس الاسلوب ده هتبعه في الباقي كله. فقلت له برضه امبلي جيت دخل امبلي جندر اور امبتي فور الجندر القديم، و اشتغل على الجندر القديم برضه. بعد كده اقول له برنت الامبلي ايميل و امتي فور الامب دوت ايميل، ولو عمل ريد وما كانش فاضي هايه الامب دوت ايميل بتساوي ات. طيب ايه تاني بعد الايميل؟ السالري، السالري برضو او السالري القديم، واتاكد برضو في الريد لاين. طب بس هنا بقى خد بالك من حاجه، السالري هنا بقى مش هينفع اعمل نفس الاسلوب. ليه؟ ده دبل. فاقول له بص الامب دوت سالري بتساوي ريد لاين، لان خد بالك لو ما دخلش بتبقى مشكله. فاقول دوت ريد لاين لو كانت فاضيه دوت تو دبل اور نل، في حاجه بتعمل كده دوت تو دبل اور نل، ومعاها علامه استفهام لو كان نل. يعني لو كان نل هتعمل ايه؟ عندي بقى نوت، عملت علامه استفهام وكل. لو كان نل هتاخد ايه؟ الامب دوت سالري، الامب دوت ايه؟ سالري، يبقى علامه استفهام وكولون الامب دوت سالري. يبقى عندي كده حاجتين، هيريد القيمة اللي اليوزر دخلها او هيرجع نل. رجع نل هيخش على الحالة التانية اللي هي الامب دوت ايه؟ الامب دوت سالري. فيبقى كده انا عملت الفكرة دي. لكن في الريد لما ما عرفتش اعملها هي في السترنجات، ليه؟ لان السترنج ما بيرجعش نل. لو اليوزر داس انتر ما بيرجعش نل، بيرجع نص فاضي. ففي النص فاضي غير نل. نل يعني اكنك بقى جيب الجيب نل، يعني ما فيش جيب اصلا. لكن الجيب فاضي ففي جيب بس فاضي.
ففي فرق في المعنى، النل غير موجود بالمره، لكن الفاضي ده معناه موجود بس فاضي، فرق كبير في المعنى. على العموم تراي ابديت امبلوي ومتابعته الامبلوي داتا بقى الجديده دي، الله اعلم بقى هو عدل قديم عدل جديد ما اعرفش. ف برنت لاين قلت له اف طبعا ان ابديت امبلوي رجعت لي ترو، في الحاله دي يبقى البيانات عدلت وكله تمام، فهقول له برنت لاين امبلوي ابديتد سكسسفلي. اس طبعا هقول له الامبلوي ايه نوت ابديتد. طبعا الكاتش بتاعتي زي ما احنا عارفين اللي بنحطها برنت لاين ايرور والاكسبشن دوت مسج. قلت له اس برنت لاين وهقول له ان الامبلوي دوت نوت ابديتد او ما عرفناش نعمل له ابديت. وتعالوا معانا ايه نتست البروجرام الجميل ده اللي احنا عملناه، في شويه شغل بس نتيجته مفيده. تعال نجرب كده كليك كمان نعمل رن. قال لي انتر الامبلوي اي دي اللي انت عايز تعمله، قلت له طب رقم واحد، قال لي ده الاسم بتاعه، نسيت السيمي كولون، معلش ما بحبش اكتب الكلام لازق في بعضه ك ك ك يعني ككونسول كده تبقى مش حلوه خالص، فزود كده كولون مع كل الانبوتس اللي هو بيدخلها ونعمل سيف ونعمل كليك كمين ونرن من اول وجديد. ستوب اند رن للامبلوي رقم واحد، قلت له والله هسميه مثلا بدل الاسم ده كحيل مثلا، هل هو اف؟ قلت له لا ده ام، لو سبته هيبقى اف، قلت له غيرته. طب هسيب بقى الايميل زي ما هو عشان اوريك بقى انا دخلت كده الايه النيم، غيرت النيم وغيرت الجندر، هسيب الايميل وهسيب السالري، يعني دخلت اثنين وعدلت اثنين. قال لي الامبلوي ابديت سكسسفل، بس قبلها طبع حاجه اللي هي اللي احنا كنا عملناها دوت سترنج عشان تشوف جمله الابديت ذات نفسها. قال لي ابديت الامبلوي سيت النيم بتساوي كحيل، ده الاسم اللي اتغير جديد، الجندر ام دي اتغيرت برده جديد خلاص، الايميل بيساوي الاسم الايميل القديم مظبوط، وكوما السالري بتساوي السالري القديم، وير الامبلوي اي دي بيساوي واحد كوم لا كما قال الكتاب بعد ما اتجمعت. طبعا لو انت عايز توقف الامر ده لو هو مضايقك ممكن ايه تكومنتو عشان ايه نشوف طبعا في الداتابيس صحيح اتعدل البند اتعدل ولا لا. طبعا هنا الاسم القديم اهو، اعمل بس ريفريش ادوس على براوز، قال لا بقى اسمه كحيل وميل و و و كلام جميل جدا. دي كده كانت جمله الابديت. طيب بعد ما وقفنا جمله الابديت اللي هي تطبع، تعال نعمل ري ران كده تاني، قلت له مثلا دخل لي بيانات رقم 10، قال لي اسمه كذا، قلت له لا مثلا نخليه اسمه محمد نجار، جندر ام، قلت له ماشي مشيها ام، الايميل بتاعه قلت له سيبه زي ما هو، المرتب بتاعه قلت له سيبه زي ما هو، انا بس غيرت الاسم مش عايزين اكتر من كده. قال الامبلوي ابديت سكسسفلي، البيانات اتعدلت بنجاح ومفيش عندنا اي مشكله. اروح على الداتابيز ادوس على براوز، ادي راح فين؟ ادوس على براوز رقم 10 اتغير اسمه بقى محمد الايه النيجر زي ما احنا شايفين. طبعا كده عملنا كل العمليات الاساسيه على الداتابيز بالماي سيكوال، تقدر تطبق نفس الكلام على اي داتابيز من ريليشنال داتابيز. والسلام عليكم.